ده نرجع للزمن الجميل وفي أكلة مش ممكن ننساها أبدا، دايما بنحب ناكلها من إيد أمهاتنا، اللي هي كفتة جبلي بالرز أو كفتة اللحم الجبلي بالرز. نقدمها بقى مع صوص طماطم، ناكلها بقرمشة، ناكلها مع رز أبيض، ناكلها رز بشعرية حسب رغبة ولادها. النهاردة هنعملها مع بعض ويا رب نوصل للطعم بتاع أمهاتنا، مع إن ده مستحيل يعني أكلة أم نوصل لها بالطعم أبدا. هنعمل النهاردة الكفتة الجبلي، تفاصيلها كتير يعني، بتحط لها توم، بتحط لها خضره، بتحط لها بصله حلوه، بهارات حلوه، الحاجه الجميله الحلوه دي. يعني مثلا عندي كفته الجبلي عشان اعملها انا مفرمها وجاهزه، انت ممكن تشتريها جاهزه بالسوق مثلا، مش هتفرميها، هي معايا انا جايبها جاهزه زي الفل وفرمها ومحضرها وهقول لك تعمليها ازاي. الماتيريال بتاعها كالاتي: كفته اللحمه الجبلي على الشاشه، معانا لحم جملي حته حلوه كده، خليه من العظم، حته ملبسه زي الفل، توص الجزار، ولازم تجيبي اللحم الجبلي من عند الجزار موثوق منه، جيبوا لك اللحمه الجبلي يا شباب اهيت. لازم الجزار هنا مع اللحمه الجبلي بالذات يكون في يعني ايه صله لطيفه، يعني حاج صباح الخير وعيدك بزياره النبي، عايزه حته لحمه جبلي حلوه، هيديكي حته لحمه، معانا بصل، معانا توم صحيح، معانا فلفل حار، خضره المحشي، كزبره وبقدونس وشبت، ورز مصري. هي من غير الرز المصري ملهاش اي شخصيه، تبقى كفته جبلي بقى كفته كندوز، رز مصري بيتجاب ويتغسل، وبعد ما يتغسل بتتصفى ميته وبيبقى عليها بالشكل ده كده. هي ده كده التفاصيل كلها على بعضها اهي يا فندم، حلو الكلام ده كله مع بعضه كده بيتنزل على المفرمه. ما عنديش مفرمه، بتقطعي اللحمه دي عصافير صغيره بتنزلي بيها في الكبه بتاعتك بتتفرم كده. خلصنا الحجه بتاعتنا، بس مش هنرجع برضو لطعم امهاتنا، ولكن امهاتنا كانوا يعملوها زمان على الهون ده وتبقى لطيفه وحلوه، وانا فاكر انا زمان مسكت ده وقعدت اشتغل كده طول النهار والا ما كنتش اكل منها. حلو الكلام، لحمه، بصل، فلفل حار، ثوم، خضره المحشي لازم تكون عندك، بصل اللي هي البقدونس والكزبرة، انا بسميهم الثلاثي المرح، حلو زي ثلاثي اضواء المسرح كده، بقدونس وكزبره وشبت وبصل وثوم. البهارات بتاعتك ملح وفلفل وكمون، وارفع ايدك من اي توابل تانية، خلي اللحمة الجبلي كده تبان طعمها في قلب الكفتة. جبناها وبعنا بالشكل ده كده، بعد معانا كفتة اللحم الجبلي بواسطة شوية مية او شوية زيت، انا معرفش الحاجة كانت تعملها ازاي بصراحة، الله يرحمها وربنا يخلي كل امهاتنا يا رب، كانت بين ايديها كده زي الفل، قد صباع الايد، والله العظيم كنت اقيس الصباع الاقيه قد التاني، ازاي هي كده بقى، بركة بركة، فين البركة دي؟ اهو هناخد الكفته دي زي الفل كده ونحمرها في قلب الزيت. لازم تتحمر. وهي الحاجه لما كانت تحمر الكفته دي كنت ايه اطلع من المطبخ، والا كنت باكل اللي بتحمر اول باول. اه والله العظيم. لان انا احبها مقربشه كده زي البطاطس. هي بقى كانت تحمرها، وبعد ما تتحمر بيبقى فيه طماطم متسبكه. تخديعه يعني بيسموها. الواحد ياكلها من هنا ودماغه تتقل من هنا. ما كناش بناكلها في الثانويه العامه. يعني اللي كان بيذاكر في الثانويه العامه ما كانش ياكل الاكله ديت، ليه؟ يقول لك التغذيه دي هتخليك تنام يا حماده. كفته اللحمه الجبلي لازم تنزل على زيت هادي كده علشان ما تتحرقش منك وتتحمر من بره، لازم تستوي من بره من جوه زي بلح الشام. افتكري كده الكلمه اللي بقولها دي، لما تيجي تحمري كفته اللحمه الجبلي عشان هي فيها رز ني مش رز مستوي، حمريها زي فكره تحمير بلح الشام. الزيت شغال زي الفل يا باشا، بس انا لازم يكون زيت هادي خالص علشان بلح الشام لما بيتحمر بينزل في زيت بارد مش في زيت سخن. اه ونسيبها كده هتستوي تبقى زي الفل. حلو كده عمرها ما هتفك. ده الكفته خلاص انا خلصت منها. اقول تاني التفاصيل علشان حضراتكم بتعملوها مع ان انتوا بتعملوها اشطر مني. معانا اللحم الجبلي، معانا بصل، معانا رز مصري، معانا توم، معانا فلفل حار، معانا خضره المحشي، كل دول بيتفرموا في كبه. ما عنديش كبه، بقطع اللحمه عصافيري والبصل صغير وبنزل بيهم، ما عنديش مفرمه سوري، بنزل بهم في كبه اللي هي الكبه العاديه بتاعت البصل، مفرومه بتطلع معايا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي المرحله دي خلاص خلصنا منها. حلو الكلام، وبتسيبها في الثلاجه شويه وتصبعيها بصباع ايدك كده زي الفل بشويه زيت بشويه ميه، بتطلع معاك لطيفه وزي الفل. عايزه تاكليها مقليه اهلا وسهلا، عايزه تحطيها في طماطم تخديعه زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، طماطم متسبكه اهيت معايا، بص عليها كده ايه الجمال والحلاوه دي، اهي اهي الله اهي زي الفل. نبص عليها، اللهم صل على النبي، اه شفت لازم كده تحطها على النار لغايه لما تقصر، اه شفتي الله، اه اه واخده سمنه بلدي وبصلايه وتومه، بس انا ما رضيتش احط البهارات للامانه غير مع حضراتكم. شفت شويه التخديعه دول؟ دول عندك زي الفل. هنبدا نحط ملح وفلفل، ممكن تحط شويه بقدونس،
ما تكترش الملح في الصيام، خلي الملح دايما بالسالب. ليه يا شيف مغازي؟ عشان يتعالج، يبقى ليه معالجه على السفره. انما بالموجب هنسيب الاكل ونقوم. يعني ايه؟ لو الملح بالسالب هنجيب الملاحه ونزود شويه ملح. طب الملح بالزياده؟ خلاص شبعنا والحمد لله، ويبقى بعد ما بنشرب الميه وناكل التمر يبقى خلاص. ده كده صوص الطماطم جاهز ومعايا زي الفل. تمام، بدات تقول معايا هي انا عايز كده، هتلاقيها مستويه من جوه زي بره. الله عليك. يا برنس، يا حبيبي، اللهم صل على النبي. الله، هو ده هو ده. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ مدرسه مدرسه. اخبار الكفت ايه؟ بتبص عليها كده، ايه رايك؟ تخطف العين والله العظيم. هنا اللحظه دي بقى ما كانش حد يخش المطبخ على الحاجه الله يرحمها خالص نهائيا. دي لسه هتنزل على التخديعه. الله، عصافيري. نحط شويه كركم صغيرين. ايه اللي مصفر هنا ده؟ على بغرف الكفته بتاعتي. تعالوا بقى بعد نغرف الكفته بتاعتنا. كفته اللحمه الجبلي بالرز. عدلها شويه رز ابيض على النار. الرز الابيض بيستوي على النار. نعمل ايه بقى يا زباد؟ الحاجه كانت تغرف لنا طبق الرز وعليه بغرفه الكفته. انت ونصيبك بقى، يطلع ثلاث صوابع سبعين، بتحبك قوي زياده، تسمع الكلام يطلع لك خمس ست صوابع وهكذا. الكلام ده كلنا فاكرينه، اكله ام. الله، حلو قوي. تمام، نروق الدنيا كده عشان الصوره تطلع حلوه اول باول. انا مش هحط بقدونس ولا اي حاجه، خليها زي ما هي كده علشان ارجع للزمن الجميل وافتكرها زي ما هي. زي الفل. طيب، انا جاي على بالي حاجه حلوه قوي بصراحه، يعني عايز اغرف الكفته دي، بحب اكلها مع الرز. شوف الشكل ده كده مخرجنا الجميل، فاكر الشكل ده بيفكرك بايه؟ الشكل ده ايه؟ الشكل ده ايه بيفكرك بايه ده؟ انا عايز بس ارجع لذكريات جميله، ذكريات مستحيل ترجع تاني. طبق الرز وعليه الكفته، ده كان احلى فطار زمان. هو ده زي ما هو كده، انا هخليه كده معلش سامحوني زي ما هو كده. طيب